الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويبقى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، ما من مسلم من المليار وسبعمائة مليون أو أكثر إلا ويتمنى أن يرى أن المسلم صار حقيقة أخا لأخيه المسلم، وطبق الآية الكريمة إنما المؤمنون إخوة، وعاش في ظلال الآية الكريمة وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وطبق كلام الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن هذه أماني، كيف نفعلها؟ كيف يرانا الآخر وقد صار المسلم أخا للمسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره؟ أول شيء يجب أن نرتب البيت المسلم من الداخل، نغلق أولا محاكم التفتيش التي كانت تنقب عن نوايا الناس، فأنا لست مطالبا أن أنقب عن نيتك ولا أن أحور وأدور كلامك، وإن كان كلامك عندي 99% بتفكيري أنا أنه يحتمل الخطأ، وواحد من 100% يحتمل الصواب، شرعنا الحنيف يأمرني أن أخذ بنسبة 1% من 100% على أن كلامك كله صواب، تحت عنوان وقولوا للناس حسنا، تحت عنوان اذهبوا فأنتم الطلقاء، تحت عنوان ثقافة التسامح والعفو لا ثقافة الجلد وثقافة محاكم التفتيش التي ينصبها بعضنا لبعض. كيف نطبع علاقاتنا مع بعضنا البعض؟ من المطلوب بأن يطبع العلاقات؟ يعني إذا كان المسلمين قد أمروا إن كلموا أهل الكتاب وجادلوهم، قال ربنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، مش بالذي هو حسن، لا، التي هي أحسن. إذا كان هذا أهل الكتاب، فما باله أنا أتناقش مع أخي المسلم والجدل بيني وبينه ممنوع. فلقد روي مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك الجدال وهو له محق. يعني أنت على حق، معك الآية، معك الدليل، ومعك النص، والآخر ليس معه هذا، اترك الجدال معه. ضمن الرسول لك بيتا في أعلى الجنة، وأنا زعيم أي ضامن ببيت في ربض الجنة وما فيها من دني لمن ترك الجدال وهو له مبطل. كيف أترك الجدال إن لم أطبع العلاقات؟ أطبع العلاقات يجب أن يكون بين الجسد الإسلامي تطبيع علاقات بين الحاكم والمحكوم، الرئيس والمرؤوس، المعلم وتلميذه، صاحب العمل والموظف، الزوج وزوجته، الأب وولده. لأننا إن جلسنا مع منظومة لها منظومة أخرى نسمع العجب. فالمعلمون يرون أن التلاميذ صاروا بذيء اللسان، متطاولين، قليل الأدب،
لم يحصلوا على شيء من التربية. هذه نظرة بعض أو كثير من المعلمين لتلاميذنا أو لتلاميذه. المتعلم نفسه التلميذ يرى أن المعلم هذا رجل براجماتي نفعي، يبحث عن راتبه، يبحث عن دخله، يبحث عن درس خصوصي، يبحث عن كذا وكذا، وليس مخلصا كما كان المعلمون الأول. إذا جلست مع الآباء يرى أن ابنه لم يبقى معه أو يصبح معه كما كان هو مع أبيه من قبل. يقول الولد أدخل عليه الغرفة لا يقوم لي، الولد إذا قابلني لا يقبل يدي ولا رأسي ولا جبيني، الولد إذا رأى أمه أشاح بوجهه عنها، والأباء نفسهم الأبناء نفسهم يشتكون من الآباء أن أبي صار عصبيا، صار صاحب قرارات صعبة، أمي لا تشكر، إنما لا ترى في إلا عيوبا. لابد من تطبيع العلاقات. متى نقول للآخرين؟ لأي آخر يعني، الحاكم مع المحكوم، والمدير مع الموظف، والمعلم مع التلميذ، والأب مع ولده، والابن مع أمه، اذهبوا فأنتم الطلقاء. قالها لمن؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يعني السيرة الذاتية لمن قيلت له هذه الكلمة؟ بالله عليه، سيرة مشرفة ولا سيرة غير مشرفة؟ غير مشرفة. آذوه وطردوه وآذوا أصحابه وقاموا بالهجرتين إلى الحبشة مرة وإلى المدينة مرة. سبحان الله، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يقال في رواية لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذن قضية العفو العام هذه يجب أن تكون ثقافة نبدأ بها حتى نتقارب، حتى نتقارب. وأنا نظرت في تاريخ الوحدة الإسلامية ما بين الكبار، رأيت العجب. يعني رجل عظيم كالحسن البصري، إمام كبير من أئمة أهل السنة والجماعة، تابعي العظيم رضيع أم سلمة. الحسن البصري كان عندما يسأل عن عمرو بن عبيد ووصل بن عطاء، هؤلاء رأس المعتزلة، يعني لما قال اعتزلنا وصل، هذه قضية فكرية كبيرة لا داعي، الوقت قليل على المنبر لكي أشرحها. ما رأيك في عمرو بن عبيد؟ رأس المعتزلة. قال كأنما الملائكة ربته والأنبياء أدبته. سبحان الله، يعني كانوا تربية الأنبياء والملائكة، رغم أنه مختلف مع الحسن البصري، مختلف تماما. لو كان معنا كنا شوهنا صورته في الفضائيات، لكن يجل. سبحان الله العظيم، يقول ابن أحمد ابن حنبل لأبيه: من هذا الشافعي الذي تدعو له في كل صلاة؟ كل صلاة الإمام أحمد يدعو لأبيه وأمه وللإمام الشافعي. كان يقول له: الشافعي يا ولدي كأنه هو العافية للبدن والشمس للدنيا. سبحان الله، هل تستغني الدنيا عن الشمس؟ هل يستغني البدن عن العافية؟ سبحان الله العظيم. يعني الشافعي نفسه عندما يذكر أبو حنيفة يقول: كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. سبحان الله، أبو حنيفة نفسه رضي الله عنه أحد أئمة الإمام الأعظم في الفقه الإسلامي، اختلف عليه تلميذاه الكبيران محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف، اختلفوا في ماذا؟ في ثلث مذهب أبي حنيفة. يعني ثلث كلام أبي حنيفة عارضه كبير تلامذته، ورغم ذلك سبحان الله العظيم لم يشوه صورته في التاريخ، وقالوا إن أبا حنيفة هذا رجل جاهل، رجل لا يفهم، وإنما اختلفوا بأدب. سبحان الله، اللي أبو حنيفة نفسه كان يتعامل ويأخذ العلم والحديث من زيد بن علي. زيد بن علي ده أحد أئمة الزيدية. سبحان الله، هذه واحد من أهل السنة، واحد من الزيدية. سبحان الله العظيم، الإمام البخاري أستاذ الحديث كله، جامعه الصحيح رضي الله عنه، جمع آلاف الأحاديث ونقحها ووضع لنا في صحيحه ما هو
كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح بعد كتاب الله كتاب ككتاب الإمام البخاري. وتجد أن كل المنافقين والعلمانيين والليبراليين أول ما يعيبوا يعيبوا عن على الإمام البخاري. المهم يعني سبحان الله العظيم، يعني ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. الإمام البخاري كان يسمع لعمران بن حطان وتعلم منه في الحديث. عمران هذا من الخوارج، أدي أهل السنة مع الخوارج سبحان الله العظيم. لكن لما يكون العمى في القلوب والناس تريد أن تظهر نفسها ولا تذوب في الوحدة الإسلامية الكبيرة، سواء الفكرية أو العلمية أو الفقهية أو السياسية أو الاجتماعية أو أي شيء، كان في مدينة قم، مدينة قم معروفة بتشيعها، ذهب إليهم والي مرة سني متشدد، فقال ائتوني برجل يسكن هنا ويجب أن يكون اسمه أبو بكر. بحثوا في المدينة كلها ما وجدوا أحد. قال أنذرتكم أياما ثلاثة، إما أن تجيب واحد من سكان قم اسمه أبو بكر أو أفعل بكم الأفاعيل. فبعد مدة ثلاثة أيام جابوا رجل أعور أفطس أفجع، يعني شيبسه. قال من هذا؟ قال هذا أبو بكر. قالوا هذا بقى. قال وما وجدتم غير هذا؟ فقال أحد مريديه إن هذه المدينة هواؤها لا ينبت أبا بكر إلا مثل هذا. سبحان الله، يعني لا إله إلا الله، العصبية الداخلية والهوى الذي يحكم يجعل سبحان الله العظيم الناس هكذا. يعني واصل بن عطاء لما اعتزل الحسن البصري وكان يتكلم بمرتكب الكبيرة ومنزلة بين المنزلتين، لم يشوه صورته الحسن أبدا، لم يحدث. بعض من الحنابلة المتشددين لما أرادوا دفن ابن جرير الطبري اعترضوا الجنازة ولا يريدون إشراك الناس في دفن. لماذا؟ ابن جرير الطبري كان يعتبر الإمام أحمد محدث وليس فقيها، وكان سبحان الله العظيم الإمام الأئمة الكبار عندما يسمعون نقدا يأخذوا على أنه نصح. فلولا أن العقلاء من القوم سبحان الله العظيم يعني كفكفوا من حدتهم وأقنعوهم ودفنوا شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري عندما ترتفع العصبية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها منتنة. فأنا أريد تطبيع علاقات للبيت المسلم من الداخل. كيف؟ ابدأ اليوم بأول تطبيع بينك وبين زوجتك. إذا جلست مع مجموعة الأخوات اشتكت الأخوات وقلنا يا شيخ الرجال يتصلبون علينا وتسلطون علينا بحكم القوامة ويفعلون بنا الأفاعيل، ودائما وجوههم متجهمة وجيوبهم حتى وإن كانت ملأة فأيديهم بخيلة بالعطاء، ودائما كذا وكذا، ويشعروننا دائما بالمن أو بالبخل أو بالتقصير أو إلى غير ذلك. إذا جلست مع مجموعة الرجال يا شيخ من كلامك عن حسن المعاملة مع النساء طمعت النساء فينا، وقلنا والعياذ بالله لا أمان لهن، وما لم يصعب في النساء من خير أبدا إلا أمي رحمة الله عليها. لا إله إلا أمك بس اللي رحمة الله عليها، مفيش إلا أمك. سبحان ما أمك كان زي زوجتك مع عبيد بس أنت اللي مش واخد بالك، لكن سبحان الله العظيم هذا يعيب. متى نبدأ في تطبيع العلاقات ما بين الزوج وزوجته، ما بين الأب والابن؟ أنت تتمنى مثلا، أتمنى أن ولدي ينبت كما نبت أنا. لا والله أقول لك أنت مخطئ، لا نريد أبناءنا أن يكونوا مثلنا. نحن جيل يعني ورثنا كما ورثنا أبناءنا السلبية والانهزامية وسبحان الله العظيم الفوضى وارتفاع الصوت وعدم وجود أدب الخلاف. ولذلك أنا أطالب حقيقة من فوق هذا المنبر الحكومات الإسلامية أن يصنع في كل أو تقوم في كل مدينة فيها جامعة كلية للأمومة والطفولة والأسرة، كلية الأسرة
يعني واحد معاه مؤهل علمي لسانس او بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه في متخرج كلية الاسرة والامومة والطفولة، نعرف الحقوق والواجبات، جانب النفسي للرجل، جانب النفسي للمرأة، مدارس النفسية المختلفة، علم الاجتماع والعلم المجتمعات، علم المجتمع نفسه العالمي، التاريخ وكيف كانت المرأة في التاريخ وكيف كان الرجل في التاريخ، ثم الأمهات العظماء وآباء العظماء. يعني أبو حنيفة هذا لم يأتي هكذا في الهواء، لا لا لا، إمام مالك لم يأتي هكذا فجأة ولم يلتحق بمدرسة كذا أو بجماعة كذا أبدا، وإنما كان أسرة يعني فيها من الدراسة وهي تقوى الله سبحانه وتعالى وهي أعظم دراسة. تكلم عن في هذه الكلية عن مناهج الحلال والحرام، كيف يرتزق الأب من الحلال، كيف يطعم أولاده من الحلال، كيف الأم تراعي، كيفية التعامل ما بين الأطراف وبعضها، ونعلم في هذه الكلية أدب الاختلاف، كيف نختلف، وإذا اختلفنا هل أنا على الصح المطلق وآخر على الباطل، أنا معي الحق المطلق والآخر معه الباطل المطلق. ما تعلمنا أدب الخلاف ولا أدب الحوار، سبحان الله. نحن يعني لو تلمسنا تاريخ أجدادنا من الصحابة تجد الأدب الراقي في كيفية الحوار. يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الأكبر أم رسول الله؟ العباس مولود قبل رسول الله، فالإجابة الطبيعية أنا الأكبر، ولكن أدبا من العباس المسلم الصحابي عم رسول الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني ولكني ولدت قبله. هذا الأدب. يا أصمعي، هكذا يقول أمير المؤمنين لأديب العربية، ما جمع مسواك، مسواك يجمعها في اللغة مساويك. ماذا قال الأصمعي؟ على الفور قال جمع مسواك عكس محاسنك يا أمير المؤمنين. من أين جاء بهذا اللطف؟ من أين جاء بهذا الارتفاع في الأدب في الحوار؟ سبحان الله، الأدب في الكلام، الأدب في الحوار ما بين الشيخين الكبيرين والصحابيين الجليلين في طريقهما لسقيفة بني ساعدة لما بلغوا والرسول مسجى لم يصل عليه بعد، أن الأنصار اجتمعوا في السقيفة يريدون اختيار خليفة للمسلمين مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب أبو بكر وعمر في الطريق، اسمع الكلام، مد يدك يا عمر لأبايعك، هذا الكلام من أبي بكر، مد يدك لأبايعك، ويرى أن مصلحة المسلمين في وجود رجل كعمر يتولى. قال والله يا أبا بكر مذ أسلمت، سواء عمر أو أبو بكر يعني، ما وجدت لك فهة، فهة يعني سقطة أو خطأ صغير، يعني سقطة غلط صغير، سبحان الله، إلا هذه. اعتبر عمر أن ترشيح أبو بكر له للخلافة أنها إيه؟ لو كان غير عمر أحد من العمريات الجالسين مثلا، ما رأيك أنت تتولى؟ والله يا أخي أنت تقدر الرجال، ما شاء الله عليك، والله ما شاء الله، لا أخوة. أنا من دمان من ساعة ما أعرفك ولا تقول إلا الصح، أنا فعلا أولى به. فيقول عمر مد أنت يدك ليبايعك فأنت أفضل مني. فيقول أبو بكر ولكنك يا ابن الخطاب أقوى مني. فيقول عمر ولكن قوتي بفضلك يا أبا بكر. ألا يدرس هذا الكلام في أدب الحوار؟ ألا يدرس هذا الكلام في أدب الخلاف؟ سبحان الله. ألا يدرس هذا الذي سبحان الله لما التابع الذي تزوج ووقفت العروس على يعني تخطب فيه خطبة ليلة البناء وتقول له يا أبا عبد الله أنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني. ما الخطيبة الآن مشغولة مع خطيبها وأهلها بلون الستارة ولون السجادة ولون الثريا وصبغ ودهان الجدران ونوعية الباب، وتدخل البيت خاوي على عروشه لأنه فيه أثاث وفرش ولكن ليس فيه أساس بالسين، في أثاث بالثاء وليس أساس بالسين. لكن هذه التابعية
تقول له يا أبا عبد الله أنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني، فخبرني ماذا تحب من الأمور حتى آتيها وماذا تكره حتى أتجنبها. لخصت الحياة الزوجية، ما الذي تحبه يا أيها الزوج الكريم نعمله، وما الذي لا تحبه نتوقف عنه. فعاشت معه كما قص هو أكثر من 30 عاما، قال ما رأيت جبينها قطب في وجهي قط. انت لو عملت احصاء، الرجل التابعي رضي الله عنه يقول ما رأيتها وما نطقت بكلمة بذيئة قط وما اشتكت قط، حتى انني بعد مرور عام من الزواج، يعني الذكرى السنوية الاولى للزواج زي ما اخواننا بيعملوا سبحان الله، واكثرنا افراحنا فكثر اعيادنا فكثرت احزاننا، بعد عام من الزواج دخلت رأيت عجوزا تأمر وتنهى، احدى حرمة كبيرة السن، ما يقول شيلوا هذا حطوا هذا اضعوا هذا انزعوا هذا. قلت من عندنا؟ قالت انا امها. ما شاء الله عليها، زارتها بعد سنة، ادعو الله ان يرزقك اما لزوجتك كهذه، سنة مش تاني يوم الصبح الساعة 6 في الفجر، سنة بعد سنة كاملة. تقول له يا ابا عبد الله، انظر كلام الام الناصعة، هل احسننا التربية فنسجد لله شاكرين، ام اسأنا التربية فاعطنا اياها نكمل تربيتنا لها؟ بالله عليك لما تلاقي ام زوجتك تقول هذا الكلام الحلو، قال بل احسنتم التربية بارك الله لكم من آل بيت، انجب 13 ولدا وبنتا من هذه المرأة الصالحة كلهم من حفظة كتاب الله عز وجل. اذا القضية قضية لما نعمل في كل جامعة زي كلية الحقوق، عندنا دائما كلية حقوق مفيش كلية واجبات، المهم الدنيا حقوق واجبات، نعمل كلية الأمومة والأسرة هذه لتخريج أسر ملتزمة، وهذه أول حركة من تطبيع العلاقات في البيت المسلم من الداخل، عندئذ نستشعر أننا كلنا نقيس بمسطرة واحدة بكتاب وسنة، فتعود الأمة إلى إلفها وآلافها وتستقيم على طريق الله. اللهم اجمعنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد، أحبتي في الله، دائما لا يتوقع من الكبير ما نراه من الصغير، يعني دائما الكبير سواء أب أم خال عم أستاذ معلم وزير مسؤول رئيس حاكم أمير، لا يتوقع منه الخطأ الذي يقع من الآخرين. اذكر ايام كان رئيس فرنسا ساركوزي صافح فلاحا فرنسيا، ماشي بالسيارة وجد فلاح فرنسي فصافحه، الفلاح على سجيته وطبيعته كما هو الحال في كل فلاح العالم لا يجيد صياغة الكلمات، قال له انت رئيس كذاب، لم يهجم عليه احد، المهم يعني. فرد عليه الرئيس بعصبية وكان عصبي، قال له وأنت رجل أحمق. الصحافة والإعلام تركوا كلمة الفلاح، وفيما نشروا نشروا كلمة الرئيس لأنه هو مسؤول أن يقول الكلمة سبحان الله. لكن انظر إلى سلالة آل البيت، علي زين العابدين ابن الحسين رجل وضيء الوجه، ولما اقترب من الحجر ابتعد الناس وسعوا له حتى وصل قبل الحجر هشام ابن عبد الملك امير المؤمنين، لم يوسع له احد رغم الحاشية والحراسة. قال من هذا؟ الذي يوسع له الناس هذا؟ الفرزدق حاضر المشهد، وليس كقولك من هذا بضائره العرب تعرف من انكرت والعجم بهذا
بجد هذا أنبياء الله قد ختموا ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، إلى آخر ما قال قصيدة جميلة، حتى أرسل علي زين العابدين للفرزدق 10,000 دينار فردها وقال إنما قلتها حبا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم رجل من اللي حاضرين المشهد عنده مرض نفسي، وكم من الناس عندها أمراض، مرض الحقد أو الحسد، فلم يسمع الحوار ولم يعرف من هذا، فاقترب من علي زين العابدين لا يعرفه وقال له أنت رجل منافق. فابتسم علي زين العابدين حفيد الحسين قال جزاك الله خيرا، قال له وفاسق، قال له بارك الله فيك، قال له وزنديق، قال له أكرمك الله وتاب الله علي وعليك. سبحان الله، فالرجل لا يعرف من هذا، قال والله أشهد أن هذا ابن رسول الله. فابن رسول الله أعطي شهادة وإجازة من الرجل بنسبه وأوراقه الثبوتية أم بخلقه وسلوكه مع الناس؟ هذا هو سر تطبيع العلاقات، حسن الخلق. وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هؤلاء هم أهل التقوى وأهل المغفرة. فلنفتح صفحة تطبيع علاقات جديدة ما بين الحاكم والمحكوم والوزير والمستوزر والرئيس والمرؤوس وصاحب العمل والموظف والزوج وزوجته والولد مع أبيه والبنت مع أمها، عندئذ نكون وضعنا أول لبنة في خطوة أن نتوحد جميعا حول كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويصدق فينا قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا أيقنا بهذا الكلام وإذا بدأنا نطبق هذا، لا أنتظر من الآخر أن يعاملني بالخير، لا أنتظر من الآخر أن يصبر علي، لا أنتظر من الآخر أن يعفو عني، فلأبدأ أنا. فإذا بدأت بحسن الخلق وغرست شجرة حسن الخلق في قلبي أنجبت وأثمرت وأينعت خيرا كثيرا، فكان اللسان لا يقول إلا خيرا، والعين لا تنظر إلا إلى ما هو خير، والأذن لا تسمع إلا الكلمة الجميلة، واللسان لا ينطق إلا بالكلمة الجميلة، واليد لا تمتد إلا إلى الشيء الجميل، والقدم لا تخطو إلا إلى مكان الفضل والإحسان، عندئذ سوف ينطق الناس ويقولون لك جميعهم إن نراك من المحسنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اجمعنا على قلب أتقى واحد فينا يا رب العالمين. اللهم اطرد الخلافات والبداءات عن ألسنتنا وتعاملاتنا، واجعلنا مسلمين مؤمنين مخبتين لك مؤمنين يا أرحم الراحمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا أكرم الأكرمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. ومن أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوء إليه، واجعل تدميره في تدبيره، إنك ولي ذلك والقادر عليه. لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. أرجو إن شاء الله يوم الأربعاء أو الخميس تدخلوا على الموقع لتروا أنني ربما أكون غير موجود أو شيء، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أولا إن لم يعني
يستفيد المسلمون من خطب الجمعة؟ فما الفائدة؟ هل هي أصبحت عادة أن نأتي للشيخ أو للشيوخ أو الوعاظ أو الخطباء المساجد لنسقط فرضا من الفرائض التي كتبها رب العباد علينا، أم أن مطالب المسلم أن يستمع وأن يتدبر وأن يتفكر ثم يبدأ في كيفية التطبيق؟ لأن الكلام النظري قد يكون حجة على الإنسان. أحيانا بعض الإخوة بيشغلوا أنفسهم بما لا طائل تحته، ويدخلوا في أمور جدلية عجيبة في مكاتبهم وفي مؤسساتهم وفي بيوتهم، والجدار المائل أمام الناس جميعا هو جدار الدين. فإذا كان الحديث في الطب لم نستمع إلا إلى المتخصصين من الأطباء، وإذا كان الحديث في القانون فيكون الحديث لأساطين القوانين وأساتذة الحقوق والدارسين لهذه المادة جيدا. أما يبدو أن الدين وكأن الناس يظنون أنه لا صاحب له، فيخوض الناس ويهرفون بما لا يعرفون كما يقولون. لا، القضية عايزة تثبت وعايزة تحقق، عايزة تريث، عايزة وضوح رؤية. احنا اليوم تكلمنا عن نقطة خطيرة انا اعتبرها يعني جدا، وهي مسألة تطبيع العلاقات، ودي مسألة مش لا تظنها سهلة، مسألة صعبة ومسألة ملزمين بها لكي نخطو خطوات سليمة نحو اصلاح ذاتنا. فان لم ارتب انا بيتي من الداخل، كيف ارتب البيت من الخارج؟ كيف انظر الينا الاخر؟ الاخر ينظر الينا نظرة معروفة، سواء عن هوى او عن حقد او ما، انا لا يهمني هذا، انا لا يهمني هذا، انا اللي يهمني سبحان الله العظيم. يعني في مقولة لمارتن لوثر، الحكمة ضالة المؤمن، وليست القضية ان تكون الكنيسة من ذهب والقساوسة من خشب، الاهم ان يكون القساوسة من ذهب والكنيسة من خشب. يعني القضية في المعنى والفحوى والاساس اننا نطبق او نفهم ديننا فهما صافيا دون هوى مسبق، دون هوى مسبق. يعني تعالوا الى ابنائنا، شكر الله لهم جميعا اللي تحت عناوين الجماعات، نحن نحييهم جميعا ونحبهم جميعا ونغار عليهم جميعا ونرد عنهم غيبتهم جميعا ونذب عن اعراضهم جميعهم سبحان الله. فالمؤمن يجب ان الله يدافع عن الذين امنوا، والمؤمن يدافع عن اخيه المؤمن، ولا يعني يسمح لانسان ايا كان ان يخوض في عرض اخيه المسلم. لكن ان يجرح بعضنا بعضا هذه قضية خطيرة. قلت لكم من قبل ان الفقه الاسلامي عاش بين مدرستين كبيرتين، مدرسة الايسر ومدرسة الاحوط، او مدرسة التيسير ومدرسة التشدد اذا جاز التعبير. التشدد عميد كليتها كان عبد الله بن عمر، والتيسير كان رئيس جامعتها عبد الله بن عباس، اذا يعني عشان ننزل بالايه بالحوار على مستوى الوظائف يعني. فهذا يجيد التيسير، وهذا ياخذ بالايسر، وهذا ياخذ بالاحوط. تتبعت سيرة الكبيرين الجليلين رضي الله عنهما، لم اجد كلمة في التحقيب المعرفي ولا في كتب السير ولا كتب التراجم بالمئات والالاف ان ابن عباس تلفظ لفظا يوحي بان ابن عمر يتشدد فيما لا يجب ان يكون، بل احترم رأي ابن عمر. ولم يرد في سيرة ابن عمر انه اتهم ابن عباس انه يعني متساهل لدرجة انه ضيع الدين. فنحن نقبل الجميع، يجب ان يقبل بعضنا بعضا. اصبح التابع لجماعة معينة تستطيع ان تقول عنه انه فصيل الدم،
مش كده يسمونها ولا ايه؟ فصيلة مش اسمها كده؟ فصيلة ايه؟ فصيلة الف وفصيلة باء وفصيلة او، صح ولا لا؟ واو يعني ولا مش اودي الواو يعني في العربي؟ طيب ده ايه و اي بي، صح ولا لا؟ الف باء والف باء زائد والف باء ناقص، المهم يعني ما عليه مش متخصص. فصار يا استاذ بالله عليك انت لما تنقل لواحد ها هو فصيل الدم الف تديله فصيل الدم به بعد حادثة معينة يحصل له ايه؟ صلى عليه صلاة الجنازة، صح ولا لا؟ اربع تكبيرات. طب انت عايز هدف الدم الفسيولوجي التركيبي، فما بالك بالافكار والعادات والتقاليد والبيئة المحيطة والتنشئة. الصحابة كانوا تراث فريد من الناس. الاسلام دخل عمل ثلاث اشياء. اول شيء خرج او اخرج منهم عصبية الجاهلية. يجي واحد زي عمر كده يقول ايه؟ ما عمر لولا الاسلام، ما عمر لولا الاسلام. سيدنا عمر كان في الجاهلية ايه؟ راعي ابل. قال كنت هنا في هذا الوادي ارعى ابلا للخطاب وكان رجلا فظا غليظ القلب. يعني بيقول له انا ابوك كده واخذت منه هذه الفظاظة، يا ستار يا رب خذ منه الشدة دي. اول ما تولى بقى مسؤول، كان مسؤولا، لان هو لما حضرت الوفاة ابا بكر، مش كده اللغة العربية صح كده ولا لا؟ حضرت الوفاة ابا بكر، صح ولا لا؟ مش الوفاة اللي بتحضر ولا الواحد بيروح لها؟ انت رحت الوفاة قبل كده؟ هي الوفاة جيدة ما تخافش، انا لا تخلق هذه، سبحان الله. لما حضرت الوفاة ابا بكر رضي الله عنه قال يا عثمان اكتب اني اوصي من بعدي بعد الحمد، واخذته غاشية، يعني خد سنة من الايه؟ من الاغماء. سيدنا عثمان خاف ان يكون دي الايه؟ يكون روح الصديق خرجت، فراح كتب اني اوصي من بعد، راح عثمان كتب ايه؟ عمر بن الخطاب. لو واحد من العثمانيين غير عثمان وصل مين؟ المهم يعني المهم سبحان. تكلم على ايه يا ابن الحلال؟ المهم سبحان الله العظيم، الله لا تكن رأسا فان الرأس كثير الصداع. في حد يجيله صداع في ركبته؟ ها جرى صداع في ركبته قبل كده؟ جربها كده تلاقيش صداع حن. لا تكن رأس، لكن لما تحتدم الامور وتصير رأس تحمل بك، صح ولا لا؟ تحمل ما انسى، سبحان الله. المهم قال اقرأ علي. انا كتبنا لغاية فين؟ قال له اني وليت عليكم عمر بن الخطاب. بارك الله فيك، انا لسه كنت عارفين. المهم اعلن عثمان وصية ابي بكر على الملأ، خلاص خطاب الترشيح. الصحابة دخلوا على ابو بكر، على ابي بكر، احسن برضو اخواننا ما عادين اللغة، دخلوا على ابي لانه من الاسماء الخمسة، يرفع بالايه؟ بالواو، وينصب بايه؟ بالالف، ويجر بالايه؟ بابي بكر. خلي بالك انت، دخلوا على ابي بكر قالوا له لقد كان عنيفا علينا والرسول بيننا، وكان شديدا علينا وانت بيننا وبينه، اما وقد يصبح الامر له؟ ده هيفتري فينا. الصراحة الموجودة دي تطبيع العلاقات، ده الوضوح بأدب شديد. عمر قال اجلسوني. سيدنا أبو بكر كان لما يغضب اجلسوني، قعدوا. أتخوفونني بالله؟ أنت يعني خوفيني ولا أنا خنت الأمانة يعني؟ إذا لقيت ربي قال لي يا أبا بكر على من وليت على أهلي؟ قلت له يا رب وليت على اهلك خير اهلك، انا عينت عليهم ايه احسن. راح عمر طلع المنبر اول خطبة يقول انتوا بتشتكوني لابو بكر؟ ها انا مش ناسي. خلي بالك، الله حاجات عجبة. قال يا رب، شوف اول الكلام، تعلم ان في حدة وشدة، اللهم اجعلها على اهل الظلم والفجور والكفر، ولينها على اهل الايمان والاسلام.
يا سلام، يعني حطها في مكان ايه؟ في مكانها. شوف يا اخي، شوف الانسان لا اله الا انت. وبعدين الرجل دخل عليه وابن عباس جنبه، فتعدى الحدود اعرابي، والاعراب يعني ما عندهمش حكايه الاتيكيت في الكلام، وقال كلاما لعمر يعني يهز الحليم يغضبه. ف سيدنا عمر لسه بدا ايه لغايه ما يستوعب، وجهه تلون. النفوس مجبوله على هذا. اقول لك شيء، من استغضب فلم يغضب، من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. يعني ما رضيك كده وعيب، يا خلاص يا عم سامحنا وعنا معلش وبتاع. الزوجة دي يقول لك خلاص يا ابو فلان غلطة وعدت، وربنا يبارك فيك وباركنا فيك يا رب. يعني ما انا ناقصة عقل ودين ومنت صحيح ناقصة، ما انا برضو بقول كده يا عم خلاص الست بتعتذر عديها. يعني من استرضي فلم يرضى فهو شيطان، ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار. عزكم الله. صحيح استغضب من يغضب ازاي؟ لازم احد يغضب. الرسول كان يغضب بس متى؟ اذا انتهكت حرمة من حرمات الله وينفر منه العرق الهاشمي. لكن في ايه؟ والله الذي لا اله الا الله والذي بعثه بالحق نبيا صلى الله عليه وسلم، تتبعت له 120 موقفا من سيرته، 60 في حالة الفرح و60 في حالة الحزن، وجدته انه لا يفرح الا لدين ولا يحزن الا لدين. طبعا خير خلق الله سبحان الله، سبحان ما قدره حق قدره الا ربه سبحان الله. فالانسان سبحان الله العظيم يعني 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 بهذا المنطق وبهذا الفهم لصحابة الحبيب يفهم القضية. فعمر بدأ يغضب، فابن عباس فورا معاه الايه؟ المفتاح السري، يا امير المؤمنين واعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. فسكت عمر خلاص، هو يجهل قدر الناس، يجهل قدر الامارة، يجهل قدر امير المؤمنين، يجهل قدر الصحابي اللي مات الرسول عنه وهو عنه راضي سبحان الله العظيم. كل هذه المعايير غابت عن الرجل، غابت عن الرجل. فلما سبحان الله العظيم نبهه ابن عباس خلاص سخت انتهى الموضوع. فانا اريد ان اقول ان الصحابة رضوان الله عليهم كان هذه علاقتهم بعضهم مع بعض. فانا اقول نبدأ نحن في تطبيق عملي لما كان عليه السلف الصالح. شوفوا اول ما يجلس المسلمين مع بعض، الامة حدث فيها كذا والام يا عم خلاص الامة، طب هنعمل ايه في الامة؟ انت مش من الامة ولا مش ولا بره الامة؟ طيب ماذا قدمت انت؟ فين الاسلام يمشي على قدمين في حياتك؟ فابدأ الاول بتطبيعها مع زوجتك واهلها وابنائك وبناتك الاول. ليك اخوة اشقاء او غير اشقاء، ان كان عليك قضية في المحكمة او رفع عليهم قضية اسحبها. يا عم والله الداخل الى المحكمة كلاهما مظلوم ومهزوم حتى وان انتصر. وانت لما تفوز على اخيك وخدت قطعة الارض، طبعا الفلسفة الكذبة انا خارج دلوقتي، مش الانسان لما يظلم يا عم خد حقك خلاص انت زعلان ليه؟ لكن بقول ايه؟ ولمن صبر وغفر ان ذلك ايه؟ من حزم الامور. خلي عندك حزم امور في ايه؟ سبحان الله. يعني ايه العافين عن الناس؟ يعني ايه العافين عن الناس؟ هذه هي. فترقى الواحد، يترقى في الاخلاق. بينك وبين زوجتك اخر مرة كلمتها امتى ان شاء الله؟ يعني انت اسأل نفسك يعني. احنا في شهر كام دلوقتي؟ سنة كام؟ اخر 2015 ميلادية صح؟ انت كلمتها من ايه؟ من 2010 باخر مرة ولا اسبوع؟ شوف لا يحل، خلي بالك من الكلام الخطير، وانت عايز تضبط اضبطها بمسطرة الدين. لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالايه؟ بالكلام او بالسلام. تمام؟ طيب ادخل اليوم وخليك خيرهما. قالوا يا حسن، يا حسين انت اصغر من الحسن، الحسن اكبر منك بسنة وشهرين، وقد اغضبته تحتديت عليه في قضية الايه؟ الصلح. فادخل عليه فاستسمحه،
ده الكلام لحفيد سبط حبيب الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم انا لاحيت اخي، ولكني سمعت ان الاخوين المتخاصمين اسرعهما صلحا لاخيه اسرعهما دخولا الى الجنة، وانا اتباطأ حتى يأتي الحسن حتى يدخل قبلي الجنة. اصل هو معاه شهادة من جده بايه؟ بالجنة. صح سيدة شباب ايه الجنة، مش انت اخوك عبد المنعم ها واخد بالك انت اللي ما بيصليش؟ لا استنى لما عبد المنعم يجي يصارحني، لان عبد المنعم عايز يدخل قبل الحسين. كان بيتكلم عن كلام جده، يعني عنده شهاده عنده اجازه، لكن عبد المنعم اخوك لم يفتح المصحف قط، ما ينفعش. الله ينعم عليك سبحان الله. لا يعني خليك بالله عليك، ما فيش الفلسفه واللف والدوران لا داعي منها سبحان الله. انت شوف سبحان الله، ابدا بالسلام، ارجع اليوم السلام عليكم ورحمه الله، كيف الحال؟ قد تتعجب اول مرة، قد ترى ردا سيئا، قد ترى ان ممكن تمد يدك اليها لا تمد يدها، لان انت ما عودتها على المصافحة قبل ذلك. صحيح انت صافح زوجتك ولا مصافحات؟ سؤال بريء يعني، مش غزينا حاجة يعني والله. هو يعني يجوز ولا ما يجوز الاول؟ يعني بتسلم على زميلتك اسماء وزميلتك خولة وزميلتك بلوة وزوجتك يا اخي سلم عليها، مد يدك سبحان الله، انقض يدك. ما من زوج يدخل بيته ويسلم على اهله ويصافحها يربت على يده الا تحاتت ذنوبهما كما تحات ورق الشجر في اليوم الشاتي. في حد مننا عايز الذنوب ما تتحتش منه؟ يا اخي فرصة هي، ودي من غير ما تدفع فيها فلوس، صح ولا لا؟ يعني فرصة مجانية، لا عايزة منسق حدائق ولا واحد بتاع لاندسكيب يعمل لك الدوار، او وقعت الايه الذنوب ان شاء الله رب العالمين. فابدأ بتطبيع عملي، ثم لا تنظر الى ابنك على انه ملاك لا يخطئ. يا اخي احنا نخطئ والولد يخطئ، فيعني يعني يعني سياسة التغافل اين تذهب؟ وقلت لكم انا السياسة ثلاث امور، تغافل وتغافر وتفاضل. تغافل اعمل مش واخد بالي، تغافر امحو ما مضى وانساه مش اركزه واستعيده، لا انساه تماما. ثم تفاضل ولا تنسوا الفضل بينكم. شوف القرآن ماذا قال عن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. هل يجوز لجماعة من جماعات المسلمين ان تكفر جماعة اخرى؟ هل يجوز هذا بالله عليك؟ يا اخي خذ منه الخير، خذ منه الخير اللي فيه. أليست كل الجماعات عندما يؤذن الظهر في مدينة واحدة نصلي جميعا؟ ها احنا بنصلي خلف جماعات ولا خلف ائمة؟ سواء هذا الامام من تلك الجماعة او هذه الجماعة، حتى الجماعات المتباينة يعني يعني سبحان الله العظيم، اللي لما انتشرت الجماعات او المذاهب الفكرية او المذاهب الفقهية يعيب بعضنا على بعض. لا يا اخي والله، لنعمل في المشترك، لنعمل في المشترك، ولا داعي للكلام اللي هو لا ياتي بنتيجة. يعني في بعض اخوة سواء الامامية او بتاع يقول لك الامام الغائب، يا عم اركن الموضوع ده جنب وخلينا في الامام الحاضر، صح ولا لا؟ مش احنا مش نصلي ورا امام، هو انا مستني الغائب ليه؟ خليك في الحاضر. لما يجي الغائب يبقى لنا فقه تاني، صح ولا لا؟ لما يجي الغائب ها يبقى يعني هتكلم عن الغائب من غير ما نتكلم عن الحاضر، صح ولا لا؟ يكفينا ما في كتاب الله سبحان الله العظيم. فلا يعاب على جماعة، يعني مثلا رأيت من يضع يده هكذا في الصلاة ومن يسبد يديه، يا اخي لا يعيب هذا على ذاك. وانا كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا المتم ومنا المقصر ومنا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب هذا على ذاك ولا يعيب ذاك على هذا. ده ايه؟ ليه؟ لان الاسلام قبل التعددية المذهبية، قبل التعددية الايه المذهبية، يبقى نقبل احنا ايه التعددية الحركية، صح ولا لا؟ انتم مني، اذا كان قبلنا ده حنفي وده شافعي وده مالكي وده سبحان الله وده ظاهري، والله
كانوا في الدراسات العليا في ربنا يبارك فيهم في الازهر ونحن نؤدي الامتحانات في الفقه المقارن يسال سؤال فتوى فنذكر في الاجابه ثمن اجابات بثمن اراء بثمن ائمه غير الاحناف وغير المالكيه وغير الشافعيه وسبحان الله وسبحان الله والحنابله نذكر الظاهرية أبو داود الظاهري ونذكر قول ابن حزم ونذكر الجعفرية ونذكر الزيدية نذكر كل وإذا ذكرناها ذكرناها بأدلتها لا نميز بين رأي ورأي وبعدين لما الشيخ يسأل طب أي إلى أي تميل أقول له والله الرأي بتاع الإمام فلان اعتمد فيها على آية واضحة وحديث صحيح أنا أميل إلى هذا الرأي ولكن ليس معنى هذا ان فلان خرب الدنيا وفلان خرب بالعكس يعني اذا ولذلك انا حريص على ان لو كل دولة تعمل كلية الاسرة دي سبحان الله او جامعة الاسرة سبحان الله نسميها جامعة هندرس ازاي نختلف مع بعض سواء في الدين او غير الدين سبحان الله اخ بيسأل سؤال عظيم جدا بيقول طب ايه الفرق بين ترك الجدل واذا رأيت منكرا يجب ان اغيره من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسان فإن لم يستطع تخيل أن التغيير بالقلب الإسلام يطلق عليه تغيير يا الله ليه القلب ده إيه شيء داخلي صح ولا لا لكن أنت لما تنكره بقلبك إيه بريت إلى الله سبحانه وتعالى طب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده يعني إيه يغيره بيده طبعا بعض الناس كانوا يدرسونا غلط زمان بيده للحاكم وبلسانه للعالم وبقلبه للأمي لا أنا ما أنا لا أفهمها هكذا اللي أفهمنا وأنا رجل جاهل يعني لا أو أتعلم يعني أو أحبو على مدارج العلماء ومتطفل على مواد العلماء من رأى منكم منكرا فليغيره بيده يعني كلنا غضبانين من طريقة المدرسة الخاصة الفلانية اللي فيها العيال مثلا او المستشفى الخاص اللي نعالج فيها مثلا انا ارى الله اعلم بدلا من ان تنشر بلايا المدرسة وتجرح في الادارة وتجرح في وزارة التربية والتعليم اجمع يا عمي شوية ناس من يقتنعون معك بالمبادئ التي تريد ان تبثها وفق القوانين الموجودة في الدولة اللي انت فيها اعمل مدرسة فيها الجانب الخلق الذي تريد ان يكون ولم تجده في مدرسة اولاد اهو ده من رأى منكم منكرا فليغيره بيه بيده ليه مستشفى اي كلام روح مع الاخوة الفضلاء اللي معاهم رؤوس اموال والله عم عايزين نعمل مستشفى بما يرضي الله نفهم الاطباء فيها ان مش عمل العملية لفلانة ان يروح ضارب الباب برجله يروح داخل في اي وقت لازم يستاذن قاعدة معها امها بنتها قاعدة هي كشف شعرها سبحان الله يعني في لازم نعلم اولادنا الاطباء ايه الاخلاقيات رجل طبيب فرنسي مشهور من 10 سنوات دخلت عنده وسألني سؤالا عجيبا قال انا انت لما كنت عندي بالامس شافوك ناس اخوة عرب فغيروا ان انت يعني رجل يعني معروف في المدار او المجال الديني هسألك سؤال انا كطبيب ما الذي يجوز لي ان اراه من المرأة المسلمة وما الذي لا يجوز والله دي لي 30 سنة في الدعوة من 10 سنين اكتر دي 30 سنة في الدعوة مفيش طبيب مسلم صلى على النبي وسألني السؤال ده مفيش طبيب مسلم سألني السؤال هو معتبر ان ده كلهم هو محرم للكل محرم للمستشفى كلها زي الحجاج اللي بيغلبه ومين مع مين ام فلان دي ما جاي مع مين يعني كتبوا في الورقة خالها زي الخال ده خال كل الفرقة كل الجماعة هو خال هذا يا الله وانت اخواتك كانوا اكتر بالشكل ده 200 امرأة انت الخال بتاعهم ايه ده خال ما شاء الله عليه ده انت خالي خالص المهم فسبحان الله العظيم الرجل يعني خلاني يعني فكرت رجعت انا على الطائرة كتبت 25 ورقة لكيفية تعامل الطبيب مع المرأة الاجنبية المريضة عنده وارسلتها اليه وقام بترجمتها سبحان الله واستأذني ان يقدمها لوزارة الصحة هناك لتعتبرها من ضمن معايير اخلاق الطبيب سبحان الله وفي الاخر
الرجل بفضل الله السنة الماضية قابلته وقد أعلن إسلامه الحمد لله رب العالمين. يعني الأخلاقيات، الدين واضح، البضاعة ثمينة ولكن تحتاج إلى من يحسن عرضها. الإسلام مش عايز نشأة، عايز حسن عرض، حسن عرض فقط. لكن سوء العرض، إذا رآني كمسلم أدخل في غيبة أخي مسلم وأصغر من شأني، أبدا. فأنا أريد أن أقول أن من رأى منكم منكرا فليغيره بيد، هذا التغيير باليد، يغيره بلسانه بالنصيحة الحسنة. النصيحة متى تكون؟ ليست على الملأ، ليست على الملأ. شوفوا، خذوا مني رأي، إذا رأيتم على فضائية من الفضائيات أو على صحيفة من الصحف عالما يخوض في عرض أخيه العالم، شكوا في علمه ولا تأخذوا فتواه، ليس هذا على نهج رسول الله. ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما بال أخوام يصنعون كذا وكذا. أنت بين الحق، بين وجه الحق. وإذا أردت أن تعلم أخاك العالم الخير، روح زوره في بيته، اتصل به. وسائل التواصل الآن، احنا الآن الجلسة دي موجودة الآن، شافها يمكن أخواننا في أمريكا وأخواننا في كندا وأخواننا في أستراليا في نفس الوقت، فالتواصل سهل. فعندك اعتراض على اخيك المسلم، لكن لا تجرحه ولا تقبحه ولا تدني من افكاره ولا تقول ان كذا وكذا، ابدا، والله سبحان الله العظيم. فانا اريد ان اقول ان تطبيع العلاقات بيننا وبين بعضنا البعض، يجب ان نفتح افاق كيفية الحوار، ادب الحوار. اذا كان الانسان يريد ان يتحاور، اول شيء يخفض صوته، يعرض حقائقه، إذا تكلم الذي أمامه ينصت وينتظر حتى ينتهي من كلامه، ثم لا يبين له أنك مخطئ في كذا وكذا، لكن يقول كلامك صحيح، كلامك عظيم، كلامك واضح، أنت قد أضفت لي معلومة ما كنت أعرفها، ولكن أنا يمكن ربما وجهة نظري كذا. يعني إذا رأيت دخلنا في الجدل أتوقف فورا، أتوقف فورا. يعني إن اختلفتم في شيء فردوه لمن؟ إلى الله والرسول، بس خلاص. لعلمه الذين يستنبطونه منه، فالذي يستنبط الأحكام لازم يرجع لكتاب والسنة. أما يعني ننتظر السقطات واللقطات واللفظات عشان نعيب على الناس، ولا لا لا لا، وقال فلان ولكن فلان، يا عم زي بعض، ما فيش مشكلة. المسألة أبسط من هذا بكثير، ويجب ألا أقتنع أنني على الحق المطلق وأن غيري على الباطل المطلق. من منا يريد ان شاء الله اليوم ان يبدأ بتطبيع العلاقات بينه وبين اهله؟ مين؟ هذا اخر اثنين، الحمد لله، ثلاثة الحمد لله، اربع، خمس، الحمد لله خير. لا نعرف التنين مكسوفين يعني، واحنا ان شاء الله انت، فان شاء الله باذن الله. يعني اخ كريم في بلد ما لها مذهب معين، راح درس في امريكا تربية نفسية وبتاع، وهو رجل عالم جليل، فأعطوا مسجد تبع وزارة الأوقاف اللي في البلد دي يعني يؤم الناس فيه. فهو جاي لسه من أمريكا فصل الدراسات وجامعة هارفارد وجامعة مش عارف، فطلع المنبر، أما بعد قفوا، ده مش لكم يعني، هو قال للمصلين كده، فبصوا قال أيوة إني أقول لكم قفوا بعد إذنكم. وقفوا، كل واحد يلتزم أخوه يحضنه ويقول له أنا أحبك في الله. الشيخ ده غريب، انا احبك في الله، وانا ما يعرفوش يعني. يصلي في هذه الاونة معه احد امراء هذه الدولة، امير من الامراء، فالاخ اللي جنبه السائق بتاعه اللي هو مش عربي، فبكى الامير، قال له ايه اللي يبكيك؟ بيقول الشيخ يعني، قال هذا السائق عندي من 7 سنوات ولم اصافحه قط، فلما تحركت يعني عاطفة الإسلام في قلبي بكيت وشعرت أنني مقصر. يعني سبحان حركة. بعدين قال أقيموا الصلاة. وتعملوا معك يا شيخ الفصلون من الأوقاف. لو ركبنا له القانون بقى أنت ابتدعت وعملت سلام، من الرجل حب يعمل يعني سبحان الله، فما جاتش مظبوطة بالضبط يعني. فأنت كمان لازم إيه، لا تخالف أعراف الأقوام ولا تخالف أماكنهم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أحبتي في الله، كل ما قلته في على المنبر، اذا اردنا وحدة المسلمين الكبرى ونعمة ان نكون متوحدين، كن على قلب رجل واحد، لنبدأ بانفسنا، عندئذ تزول العوائق وتأتي بعد ذلك
الرقائق ان شاء الله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، وربما لا اكون موجود جمعة الجاية، بس ان شاء الله مطلوب منكم ان تدخلوا يوم الخميس ان شاء الله الموقع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.